بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا فسهل لنا أمورنا ويسر لنا عسيرنا وجعلنا من الذين يعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون وبعد من الذي قلت عدا نبذة دمسلاية فيه العالم عالم زيرين سيد عبد الرحمن تعالي يسيد نسدر مكولي دنا در ثمن نعفنا العاصمة نادنا أدنيني أمور نسيد عبد الرحمن بلد نسيد سيد عبد الرحمن خطر يدود النار قسمي شم الدين خرب ويني جل الدين ريحان رسول الله ريحة بول ربي ويد 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 خيال نسنت سمين اسمي ميسر نيني ثمورة سيدي عبد الرحمن ثمورة سيدي محمد ثمورة سيدي يوسف ثمورة سيدي راشد ثمورة كذا حتى راه حملنتن خطر نوثني جعل سيدي ربي عز وجل السبب باش داوض الأمانة ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمانة ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الربي العلم العلم الشريف سيدي عبد الرحمن مكني دنا غير الحصية قاعدان في العلم كربا يبدل عقلي العقليس تبطيطيس يبضو ضاريس يتحويسه في ثموسني عاد يوم ثمسني ويبيدا تاس ثموسني وثموسني نيو تيجمع على الورص يعرض باش تسيفكي وياه هادشي سيغمو هادشي كش نقول لهم بويا يشوف غدا تاس نطلبه ويكتبه تاس كتابي وغاكيد الاستثناء بني خاطر لان العلماء يونا تفضي صغار يكتب هلا تفضي يكتب ويصغار ولكن سيد عبد الرحمن تعالي بي رحمه الله يبورك ربي ذي الوقت يبورك ربي ذي العمرس أطاس ذي العمرس يساعد دان سيد حوي سديه ومثم سنة ويقيمة مقر ويطول ربي العمرس ألم يعينك نديوهم تمسنين يساوضي تسا يوياض وين كني ديك ديوكم تمسني إيه جاتي جثي تكتبي وان كان اللي يتعيش يوم العصر يوار نزه خاطر ميلا سيدي عبد الرحمن تعالي بياش لن تركل ثلاثين مراقين من وضانت الحكم ذا الحكم ذا وسعينا راه قروي زمرنا دي دافعي كل في مرتقين من ولات المشاكل بدات ديا كان ديال الاندلس عند النيسلمن بدان ضعفا بدان سوفون تنسينا في الحقيقه اسمي مسيد عبد الرحمن تعالي ب 1471 خلال الاعوام كان من بعد اتغلي كل الاندلس اخر مدينه في الاندلس ونكشم جوث جوث تواريث مقرن لو كان ماشي سيدي ربي عز وجل يكون ذي زائرين يقبدن ذات المحنة يكي سيدي عبد الرحمن تعالي بإذن أين ديوكم تمسني وتجمع الغرس ولكن يستكمث ويستكمث على إذمار نجي قد الغرس الغرص ونزمير كل عدد بالضبط أشحال علماء دي سوفا سيدي عبد الرحمن تعالي بي. ولكن أدنا خيري مسنون كان من بينهم حمد بن عبد الله الزواوين وقذيون العلم امقران قران بعد سيد عبد الرحمن التعليبي ابن زكري تلمساني ثاني العالم امقران قران ويصغر ويكتب ويورا من بعده أدنى در أحمد زروق ديون دي صوفي ديون العالم يدي جان الخير مقر وين الخير ندي جان يومي في عبد الرحمن تعليبي أدنى در محمد بن مرزوق الكفيف وجي معروف في, في الفقه قالوا اين يخدم من الفقه الاسلامي التفسير في كل العلوم العلوم الدينيه العلوم الاسلاميه كنس نتقارن محمد بن عبد الله التنسي من تنس يون العالم من القران ويجيد الاثر من قريث سلفظ بين ديوغم تموسني عبد الرحمن تعالي بي أدنى بن يوسف محمد بن يوسف السنوسي صاحب طريقة السنوسية وما زال قائمة ونظرت دوري يلعب أما في المجال الديني في حتى في المجال السياسي من بعد ذلك أدنى در كذلك محمد المغيلي الشيخ محمد المغيلي يكسوا سنن يقبين يقبين عوين الدين السياقي على شحال الإفريقية شحال يخدم من الجنوب الجنوب الغربي للجزائر وذنسا يواجه محمد المغيلي في كياسي لي شيخ عبد الرحمن تاليبي ذات قول شيخ عبد الرحمن تاليبي ويكلفيه سريسة لأ يخدم باش يبلغ بلغ الدين دي في إذن ويجي الخيرا كان يدو درا الخيرا العلماء دي جاسد عبد الرحمن تاليبي وإن كان ماذا قلن فغاثني ندرر كل أوراق فرز الزمامات وراك الأوقات خاطر نزع عيني دي فغن دي ثم ثم ناضي سناضي المدرسة ينس أسس القصبة أما كنيك صغر ولكن ويا فيلا كذلك يرى يرى في كتابين لا نقد انت تسعين أو أكثر أكثر من تسعين تكتبين لا انت دي دي طبعا سنن تنت الغاشي وغران تنت وشيخ عبد الرحمن الجلالي رحمه الله يذكر داتاس ديك سنتي كتاب تاريخ الجزائر العام ويناد تاكي ذي مازال يتروري صحيح ودرت ذي قلان كذلك ما تزال مخطوطات المكتبه الوطنيه ثورة ما تزال مخطوطات سيدي عبد الرحمن تعليبي ان شاء الله هذه لين قادي مسنون قادي يتسنادين ثموسنين أذ روحنا عندي تحققنا خطر مهما كان نواجه ثنت باش نزر انيسين العلم من سيدي عبد الرحمن تعالبي واني سين تسواث نيجي كاع سيدي عبد الرحمن تعالبي واني سين امزروي امزروي تمورث بصفه عامه وخاصه تاريخ ثقافي امزروي ثقافه تمورث نو يقلق خاطر نيسين مليح خاطر ما راني سين امزروي تمورث نفهم حاضرنا ونفهم المستقبلنا من بين الكتب الهامة المؤلفات التي تركها عيدي جسد عبد الرحمن ثعالبي في تفسير بوال ربي في أربعة أجزاء ونمقر تفسير تفسير جواهر الحسان تفسير جواهر الحسان يجمع سيدي عبد الرحمن تعالي بي بين النقل بين 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 العقل والنقل ويجمع غير يعني زبدة يجمع غير يدير كل خلاصه بين دنان العين سلمان دي تفاسيرهم ولا ربي خطره ولا ربي شغل سلمن قال دي جا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غاشي تحويسا باش تفهمن يقروجن الى نديس وسيدي عبد الرحمن تعالي بالكتاب كينس تفسير جواهر الإنسان اي اي سوسناتور كل ماشي كان ديال زهير في العالم الاسلامي كله خاطر زكي ديال زهير نسكيوث القيمه ايوا ولا ربي وين يدينا نزاه خاطر تكيد الامانه جا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي قريبا توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم انك تركت فيكم ثقلين واول ثقلين كتاب الله ولهذا الكتاب جدي جسدي عبد الرحمن ثعالي بيان في السي ذي أربعة أجزاء إيه لا إيه لا لا عاجي عاجي. إلى هنا إلى قران حوس في السي اف عاد نقر ربي يهتم من الموضوع كي يستفسر كي هذي في ديك الساعة وين المعاني عطاس خاطر يجي يخدم الروح سيدي عبد الرحمن ثعالي مشي الهضرة كان ولكن الروح نسي اللي يتمتع العلم الشريف اللي قال لنا تصوفي ذني اللي نيجي الزود ذني اللي يتعيشي أسفض غير كل من بعد ذلك انطلاقا من تفسير جوهر الحسن أدنى ذلك من بين كتبه حقائق توحيد ذيون الكتاب الثاني العقيده العقيدة يعني خطر علم العقيدة تاس تص... طاس من ولكن في الزبدة بين جلاقة اليمنيس ينسلم أما صفات نسيت ربي أما ديني سميس أم اليمن ربي أدنى كذلك رياض الصالحين وتحفة المتقين أدنى در كذلك الأنوار في آية النبي المختار ادنى درسني الانواء المضيئه الجامعه بين الحقيقه والشريعه خاطر قضيه قال حقيقه وشريعه تاس الهضوري في الله سيدي عبد الرحمن تعاني بين غير غير ام مثلا جمع بين الحقيقه والشريعه ولاش الحقيقه بدون شريعه ولا الشريعه بدون حقيقه اما كنا تفرض اما تفرض اما تفرض تكتب سيدي عبد الرحمن ثعالي ويناد كذلك العلوم الفاخرة في النظرة في علوم الآخرة روضة الأنوار ونزهة الأخ الأخبار جامع الهمم في أخبار الأمم في التاريخ روضة الأنوار ونزهة الأخيار كذلك في, في, في الأخبار في, في الفقه الملكي خاصة ذهب الإبليس في غريب القرآن العزيز ليغال مرة أخرى تفسير بول ربيع ويتبع عين من قرار غرائب القرآن يعني ويتبع أنت إرشاد السالك إلى آخر هذه الكتب سمير عرادة كل لكل تسعين كتاب الذي ألفه ولكن دا شو شو, شو غاد هنيه سيد عبد الرحمن تعالي بيه إذ المؤلفة تقين كل يخدم لك سنت الروحيس والروحيس تصوفيث المعاني يسوالي عم... عم... الغاشي ام ام يفهم الغاشي تكتبينيش ام خير فهم من دين ام خير فهم من دونيس ام خير دين دي دونيس هي غاد فاز خاطر نهايه المطاف بالنسبه للمسلم سيدي ربي في كاين الحياة تاكي النسبية يعني هيك سعيشي ثورة باش ينجح في الحياة الأبدية الحياة المطلقة أم كاري دي دوني تاكي والسما سارة دوني تاكي هذي دي داز ديان وذي روح السيد ربي دزديان، ديان سيد الغاية سيد عبد الرحمن الثعالي بي قويني ورا قويني صغار ويفارك ربي ذي العمريس والحمد لله رب العالمين أتي جزي ربي الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته